كيف تطور هذا الميناء الشاسع؟ وماذا كان سر نجاحه؟ بنيت جولفار على امتداد قاحل من الساحل بدون مياه عذبة، لكن انظر أبعد من المسطحات الملحية التي تحيط بها. كانت هناك واحة خصبة بأشجار النخيل والمحاصيل تغذيها المياه العذبة من الجبال القريبة. كانت هذه الحدائق ثمينة جداً للمدينة، وكانت محمية بجدار ارتفاعه 5 أمتار وبطول 8 كيلومترات. واليوم لا تزال توجد حدائق نخيل في رأس الخيمة. محاذاة جولفار لهذه البقعة الخصبة كان أساسياً لوجودها، والذي مكنها من تغذية عدد كبير من السكان. ولكن هذا ليس كل شيء. كانت جولفار أيضاً موطناً لعبقري الملاحة البحرية الذي كتب أول دليل شامل للملاحة في العالم. أحمد بن ماجد ولد في حوالي 1421. مدينة جولفار التي خرج منها أحمد بن ماجد وأصبح سيد على حركة الملاحة في الخليج العربي والمحيط الهندي، وأحد ربابنا الذين يشار لهم بالبنان، والذين لعبوا دور كبير في حركة الملاحة والتجارة التي ازدهرت في جولفار في تلك الفترة. في حوالي 1490 كتب ابن ماجد النص الحاسم عن الملاحة العربية، كتاب الفوائد في علم البحار، مجموعة من الأراجيز والأشعار التي تحتوي على كثير من المعلومات المتعلقة بحركة الملاحة في الخليج العربي والمحيط الهندي وسواحل البحر الأحمر. يصف الكتاب حوالي 70 طريقة مختلفة للملاحة باستخدام النجوم، أكثرها فائدة هو النجم القطبي. على عكس باقي النجوم المرئية من الأرض، فإن موقعه في السماء يكاد يتغير. تمكن البحارة العرب بتحديد خط العرض أو موقعهم بين الشمال والجنوب عن طريق حساب ارتفاع النجم القطبي عن الأفق. قاموا بذلك بواسطة جهاز عبقري يدعى الخشبة، قطعة خشبية مستطيلة صغيرة ومعلقة على حبل. أحجام القطع المختلفة تتوافق مع خط العرض لموانئ مختلفة. اختار البحار وجهته ورفع الخشبة بمحاذاة خط الأفق. إذا كان النجم القطبي أعلى من حافة المستطيل العليا، كان عليه الإبحار جنوباً. إذا كان أخفض من ذلك، فكان عليه التوجه شمالاً. وعندما يكون النجم القطبي وحافة المستطيل العليا في محاذاة بعضهما، فهو على الطريق الصحيح. في كتاب الفوائد كتب ابن ماجد أن استخدام النجوم في الملاحة بمثل هذه الطريقة لم يكن معروفاً للبحارة الأوروبيين. قياسات لا يقدرون عليها ولا يقدرون أن يحملوا أدراكنا. والعرب كانوا هم أسياد البحر قبل قدوم البرتغاليين. حتى الآن رأينا كيف استخدم الناس هنا مواردهم وسواحلهم ومهاراتهم في الملاحة ليصبحوا دولة تجارية قوية.